إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أنه الحق، هذا العنوان جزء من الآية 53 من سورة فصلت، حيث يقول ربنا جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من أراد أن يتعرف على خالق السماوات والأرض، من أراد أن يتعرف على خالق الكون، فلينظر في كتابين: ينظر في كتاب الله المقروء وهو القرآن، وينظر في كتابه المفتوح المنشور وهو الكون الفسيح بجميع مكوناته. من نظر في الكتابين سيدرك هذه الحقيقة الكبرى لا محالة، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد أعطانا ربنا عز وجل أداة العقل التي بها يعرف الله خالق السماوات والأرض وسائر الكائنات، كما تجلى في ذلك الحوار الهادف الهادئ الذي حصل بين العلم والعقل، وكلاهما يؤدي وظيفته، والعلاقة بينهما علاقة التكامل لا التنافر والتضاد. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا أحرزت رايته، وقال العقل: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا، مصداقا لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقرأ في الكتابين العجب، كل آية نقرأها نتدبر فيها ننظر فيها تقودنا إلى معرفة الله وإلى الإيمان به وإلى توحيده وإلى حسن عبادته. والآية كثيرة، أذكر على سبيل المثال سورة الأنبياء الآية رقم 30:
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ونقرأ في سورة آل عمران في الآيتين 190-191: إن في خلق السماوات والأرض، بالمناسبة وردت كلمة الأرض في القرآن 461 مرة، تكرر ذكرها 461 مرة، والسماء والسماوات ورد ذكرها في القرآن 310 مرة. في الآيتين 190-191 من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنا لم يخلق هذا الكون عبثا، خلق هذا الكون لمقاصد وغايات، وخلق هذا الإنسان المكرم الذي خلقه الله بيده، إشارة إلى الأصل الأول، إلى أبي البشر آدم، وأسجد له الملائكة تكريم آخر، وأرسل إلى بني آدم النبيين والمرسلين إلى أن جاء الخاتم كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجعلت للإنسان كرامة كما في سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم الذي ذكره الله في آية القرآن ختمه بأن أمر هذا الإنسان أن يعبد الله وحده وأن يكفر بالطاغوت كما جاء في سورة البقرة في الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيات مبثوثة في كتاب الله العزيز. أكتفي بهذا البيان في الخطبة الأولى، أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ونقرأ في سور أخرى في سورة البقرة الآية 164، وفي سورة الكهف، وفي سورة مريم، وفي سورة النمل الآية 88، وفي سورة النحل الآية 15، الآية 18، الآية 53، الآية 68. نقرأ في العديد من السور آيات ترشدنا إلى قراءة الكتابين، إلى قراءة كتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم الذي يهدينا للتي هي أقوم. قال الله تعالى في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونقرأ في سورة الذاريات في الآية 7: والسماء ذات الحبك
وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ونقرأ في الآية رقم 50: ففروا إلى الله. ونقرأ في الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونقرأ في الآية رقم 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قراءتنا للكتابين تقودنا إلى معرفة الله وإلى توحيده وإلى عبادته، إلى أن يأتينا اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين، اللهم اجعلنا من العابدين الشاكرين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الأوبئة عن البشرية قاطبة. اللهم أنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.